لوكوس اللي هو اكبر خزان الماء اللي عندنا في بلادنا، من المناطق اللي تكون فيها عديد من التساقطات المطريه. انت خصنا نوضحوا بان كانت التساقطات المطريه غير البارح في طنجه وصلنا ل 22 ملم، ولكن دخلت طنجه المدينه وتتمشي للبحر، ما تدخلش في المناطق فين كاين السدود. دابا باش نفهموا بان ملي تنتكلموا على التساقطات المطريه خصنا نربطوها فين كاين السدود باش نعرفوا واش كانت واردات ام لا مائيه. اذا بالنسبه للوكوس المعدل السنوي هي 282 مليون متر مكعب اللي كانت تدخل في السدود. هذه السنه دخلت في هذه الشهور الاولى 23 مليون متر مكعب. بالنسبه للملويه كانت تدخل 311 مليون متر مكعب، دخلت 121 هذه السنه. بالنسبه للسبو اللي فيه عندنا اكبر خزان مع سد ديال الوحده، كانت تدخل 758 مليون متر مكعب، دخلت فقط 90 مليون متر مكعب. باش نعرفوا الوضعيه اللي احنا فيها. بالنسبه لابي القراق كانت تدخل 147 مليون متر مكعب، دخلت 14 مليون متر مكعب فقط. بالنسبه لام ربيع كانت تدخل 694 مليون متر مكعب، دخلت فقط 195 مليون متر مكعب. وانتم عارفين الوضعيه ديال سد المسيره اللي هي وضعيه مزريه، لان عندنا اقل من 30 مليون متر مكعب، في الوقت ان القدره الاستيعابيه ديال هذا السد هو 2 مليار و700 مليون متر مكعب، اذن اقل من 1%. تنسيفت كانت تدخل 98 مليون متر مكعب، دخلت 41 مليون متر مكعب. سوس ماسا كانت تدخل 160 مليون متر مكعب، دخلت فقط 10 ديال الملايين متر مكعبة. بالنسبة لدرعد واد نون كانت تدخل 165 مليون متر مكعب، دخلت فقط 4 ديال مليون متر مكعب. وبالنسبة لزيز كير غريز كانت تدخل 50 مليون متر مكعب، دخلت فقط 21 مليون متر مكعب. إذن توضح لكم الصورة ديال أنه الإمدادات والواردات المائية، فهي ممكن نقولوها وصلنا لواحد الوضعية خطيرة جدا، وهذا عمرنا ما كنا تنتصوروا أننا ممكن نوصلوا لهذا الحد بالنسبة لهذه السنة. وبالطبع هذا كان عنده وقع على نسبة ملء السدود. النسبة اليوم فهي لا تتجاوز 23.5%، واللي اي عندنا واحد 3 مليار و700 و790 مليون متر مكعب. السنه الماضيه اللي كانت سنه جافه كذلك كنا في 31% ديال ملء السدود. اذا عندنا تراجع ديال 7 نقط مقارنه مع السنه الماضيه، وبالتالي نسبه ملء السدود بالنسبه لسوس ماسا هي 11%، بالنسبه لام ربيع فهي فقط 4.75%، بالنسبة للملوية فهي 25%، بالنسبة للوكوس 39%، بالنسبة للكيرزيز غريس فهي 27%، بالنسبة لدرعا واد نون 20%، وبالنسبة لسانسيفت هي 46%. إذن هذا وعاد معلوم الساقية الحمراء، أنتم عارفين بأن النسبة فهي ضئيلة جدا. هذا اللي تيجعل أن عندنا بعض المناطق اللي هي تتجلى ان الوضعيه اللي وصلنا لها فهي وضعيه اللي هي صعبه، خصوصا بالنسبه للنظام ديال سد المسيره، اي المنطقه ديال سطات، المنطقه ديال برشيد، هذه المناطق كلها فكاين واحد التخوف بالنسبه للمستقبل. عندنا كذلك بالنسبه النظام ديال اللي هو مطروح ديال طنجه اصيله، عندنا الاشكاليه مطروحه كذلك بالنسبه للنظام ديال الحسيمه، وعندنا إشكالية مطروحة كذلك بالنسبة للنظام الملوية بالنسبة لبعض المناطق. اللي مهم في هادشي كله وهو أن بالطبع حنا أملنا كبير بالله سبحانه وتعالى، لأن باقي ثلاث شهور المقبلة هي اللي تتكون أكثر إمطارا بالنسبة لبلادنا، وبالتالي باقي معلوم، وتتكون كذلك الثلوج اللي يمكن تساعد كذلك على ملء السدود، ولكن حنا دائما تنشتغلوا في إطار صراحة ولغة الحقيقة والاستباقية.